خلال اكيد انت حضرتك عارف احنا بنوصل لكل الناس. فكره لو احنا بقى سايبين لك الكلمه بتوجهها لجمهورك اول حاجه، والكلمه الثانيه مش هنقول، هنقول لصديق كان عزيز عليك وحصلت حاجه منه حسيت ان هي مش في المعزه، فممكن تقول ايه؟ انا عايزك بقى تطلع اللي جوه قلبك وبراحتك. اقول للجمهور كله، مش الجمهور، الجمهور اللي شاهد هذه المعركه، انا بعتذر من الموقف يحصل ما بيني وما بين النجم الكبير زي محمد فؤاد ويحتدم بهذا الشكل. زعلان ان كان في ناس مستنيه الظهر على فكره بجد. انا واحد منهم نظرا على فكره، انا راجل منصف اولا لشعبيه محمد فؤاد الجارفه وشعبيه النجوم الاخرين الموجودين جوه العمل، حسين يوسف ومروان رغده ومادلين طبر، نجوم كتار يعني، خايف انسى حد فيهم. ثالثا ان المسلسل عامل لغط بقى لفتره والناس عايزه تعرف هو في ايه، فبعتذر لهم لو كان حصل مشكله. اتمنى ان هم يدعونا المره الاخيره لينا انها تعدي بينا على خير، والجهات المعنيه تقبل بالتعديل الاخير اللي انا عدلته. بالنسبه للصديق اللي كنا مع بعض عشر ملح، سافرنا سوا، انت عارف انا ما فيش يعني ايه، كنت في اليونان في اجازه الثانويه وكان معايا اخويا يعني خالد سرحان، بقول له ده يعني ما فيش ذكرى ليا، ذكرى في العجمي اسكندريه والجونه شرم الشيخ وبيروت ودبي ولندن اليونان نفسها اتينا اللي كنت فيها انا وخالد ساعتها، وبلاد تانيه كتير في الدقي وفي السيده زينب وفي عند عم رفيع الله يرحمه بتاع الكباب، وفي مسرح جزيره القرق، وفي المستشفى وانا عامل عمليه محمد فؤاد جنبي، وولاده ابنه في مستشفى كليوباترا سنه 96 وانا بحضرها، فرحه فرحي وهو جاي جامل بنت اخويا في الله يرحمه كان توفى وفرحها بعد 6 اشهر من الوفاه وما خدش فلوس، في مجاملتي لبنت واجد اخوه واحنا واقف معاهم زي ما اكون واحد من اخواتهم طول الفرح 6 7 اشهر. ذكريات الحقيقه لا تعد، ولا وسهراتنا هنا في المكتب ده وسهراتنا في الاستوديو بتاعه واحنا بنسمع اغاني وروحي مع الافراح، وانا شايل والدته والله يرحمها الحاجه على كتفي معاه كتف في كتف، وانا مسافر واخويا توفى فهو يدفن اخويا واجي الاقيه مدابح ومأكل الشارع كله. يعني ذكريات ما تخلينيش اتصور للحظه ان محمد ممكن يسجنني او ان انا ممكن اسجن على الدنيا السلام. لو ده حصل بينا يبقى مفيش حاجه اسمها صداقه. لحظه ترشيحه ليا ان انا اكتب له اغلى من حياتي، لحظه ترشيحي له وهو يبقى بطل الظاهر. خناقاتنا على السيناريو بتاع اغلى من حياتي دي كانت خناقات، مش عارف بيعمل عمليه ايه فاروح له بعمل ايه بيجي لي، علاقتي باولاده وباهل بيته واخواته وعلاقته باولادي واهل بيتي. مش قادر اقول لك يمكن ده شيطان دخل ما بينكم، مش قادر اقول لو لك كان شيطاني ضايقك حقك عليا، واتمنى ان الشيطان ان اللي انت فيه ده يكون شيطان يعني مش محمد، يكون شيطان مش محمد، لان لو محمد تبقى مصيبه سودا.